مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج المطبخ. إن شاء الله هكون معاكم أسماء مسلم على الهواء مباشرة من واحدة لاثنين. مستنين طبعا تليفوناتكم واستفساراتكم على أرقام التليفون اللي ظهر قدامكم على الشاشة. وما تنسوش دايما إن إحنا بنبعت تطبيقاتنا بتاعة كل الأكلات اللي إحنا بنعملها على صفحة شيف أسماء مسلم. وبرضو لو حابين تشاركوا معانا فقرة تجربتي برضو هتبعتوا لنا على الصفحة أو على أرقام التليفون وإحنا هنتواصل معاك وتكونوا ضيوف معانا في حلقة يوم الأربع. لو حابين تتعلموا أكلة معينة أو نعمل درس صغير كده في الطبخ إن شاء الله تكونوا ضيوف معانا يوم الأربع. طيب كاميرا المطبخ طلعت سألت الناس في الشارع تعرف إيه على الأكل المكسيكي وكلته ولا لأ وإيه الحاجات اللي كلتها وعجبتك. يعني تعالوا نشوف كده الناس قالت لنا إيه عن الأكل المكسيكي عموما ونرجع نعلق نشوف هنعمل إيه بقية حلقتنا. تعرف إيه عن الأكل المكسيكي؟ عن إيه؟ الأكل المكسيكي؟ الأكل المكسيكي؟ ما أعرفش حاجة خالص. ما جربتوش خالص؟ لا. تعرف الرز المكسيكي؟ الرز المكسيكي؟ أعرف. جربته فين؟ جربته في البيت عندي. جربته في البيت عندك؟ أنا أقول له كل حاجة أول ما جربتهاش يعني. جربته في البيت عندك؟ لا بصراحة. أنا عملهولك. ما جربتوش بصراحة. تعرف إيه عن الأكل المكسيكي؟ معرفش إيه عن أي حاجة. ليه ما جربتش؟ لا. ما فكرتش أجربه بصراحة. جربت إيه تاني غير الأكل؟ مش فاكرة دلوقتي حاجة. إيه أكلت إيه تاني غير الأكل المصري يعني؟ الهندي. والمكسيكي قال لا ما جربتوش. ليه ما فكرتيش تجرب؟ ما فكرتش. ناتشو. بالنسبه للاكل المكسيكي معظمه بيبقى في اللي هو الاكل لحوم بس اللحوم زي عندنا كده يعني ممكن تكون مملحه زي البسطرمه بس معموله بطريقه ثانيه خالص. ممكن بيبقى فيها جربت الموتش باست. المين؟ الماتش باست. مين ده؟ أكل مكسيكي. ده في المكسيك ده؟ أيوه. ده بيسلميني يعني. جربت الصيني الهندي برضو الهندي هجربه الأسبوع ده يوم ما أفضى. الصيني جربته ما عدا السوشي أعوذ بالله ربنا يبعدنا عنه. حلو قوي السوشي على فكرة. أعوذ بالله. بلاش نكذب بقى. هو حلو قوي. بلاش نكذب. إيه الحلو فيه ده والشجرتين اللي جربته؟ دي من بره ده. إيه ده؟ جربته؟ لا ما جربته للأسف. جربت المكسيكي. وبعدين في حوار المكسيكي ده طيب. أكلت الأكل المكسيكي؟ ها؟ قلت الأكل المكسيكي؟ قلت أكل مانسادة. إيه ده؟ ما عرفش عنه أي حاجة. قلتش الأكل المكسيكي قبل؟ لا ما تشوف؟ لا أنا ما عرفش غير الأكل المصري بس المكسيكي؟ لا ما دولش أي حاجة من الأكل المكسيكي نهاية. ما أنا نعرفه إيه الأول؟ لو لقيت برنامج بيعمل الأكل المكسيكي هتحب أنك تجربه ولا؟ هتفرج عليه ولو كان كده نجربه برضو ما العلم بالشيء. لو عارف ما تشوف؟ لا بصراحة شوز. ما عرفوه. ماكش ما تشوز. لا ما كلتش. كلت شلاولة بتاع السعيد والحاجات الحلوة بتاعتنا. شكرا. زي ما عرف عن اللغة الهندية ما عرفش عن هاين. طب ما تعرفش الرز المكسيكي حتى؟ الرز المكسيكي؟ لا أعرف الرز الهندي بس. لا ما عرفش عنه حاجة. ما تشوز؟ لا ما تشوف. تلاقي السمك عليه عسل. ايه المشكلة حلو؟ لا حلو ايه بقى؟ هو أكل حادق شوية وفي شطة شوية وفي عارف شويه لكن اي تغيير للانسان شيء كويس. نزلنا خدنا اراء الشارع عن الاكل المكسيكي وفي منهم اللي يعرفه كويس قوي ومجربه وفي منهم اللي مش عايز يجرب اي اكل غير الاكل المصري ومعتز جدا بالاكل المصري وفي ناس ثالثه خالص عايزه تهرب من الاكل المصري خالص وتروح لاي اكل تاني. يارا نور الدين المطبخ. زي ما شفنا كده في التقرير ناس كتير ما تعرفش حاجة عن الأكل المكسيكي أو ممكن يكونوا على فكرة بيأكلوه بس ما يعرفوش إن ده مثلا مكسيكي أو معمول على الطريقة المكسيكية. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على تفاصيل وأشهر الحاجات الموجودة في المطبخ المكسيكي. هيكون معايا بعد الفاصل إن شاء الله ضيفنا شيف محمد إن شاء الله هيعرفنا عن الأكل المكسيكي وهنعمل مع بعض أشهر الأكلات المكسيكية مع بعض طول الحلقة ونتعرف عليها ونجربها ونحاول نغير شوية في المنيو بتاعنا والسفرة بتاعتنا لأن احنا بناكله كتير برا يعني الكسادية والتاكو والحاجات دي كلها احنا لما بنروح مطاعم بناكلها وبناكلها بأسعار غالية جدا. فإن شاء الله النهاردة هنتعرف على الكلام ده كله بطريقة سهلة جدا في البيت ازاي نعمله مع الشيف محمد. بس بعد الفاصل إن شاء الله نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقة.
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وقبل الفاصل كنت قايله لكم شيف محمد هيكون معانا النهارده. شيف محمد شيف متخصص في الاكلات المكسيكي. ازيك يا شيف محمد؟ ازيك شيف اسماء؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. كلمنا شويه كده بس قبل ما ندخل في المنيو، ايه الاكل المكسيكي؟ الاكل المكسيكي بيعتمد اكتر حاجه فيه على الالوان والفليفر. تمام. ده بيبقى من التوابل بتاعته، والالوان بتاعتهم بتعتمد على الكورن والفلفل الالوان. تمام. والطماطم، ده بيدي الالوان الجميله طبعا. تمام. واحنا عارفين المكسيك دايما بتعتمد على الالوان، وفي الكرنفالات بتاعتهم فالوانهم جميله جدا. بالظبط، فعشان كده بنحط فلفل الوان وذره وفاصوليا والكلام ده. هي الفليفر كله بيعتمد دايما، لو حضرتك تشوف دايما الالوان بتاعتهم حلوه جدا. تمام. طبعا العين بتاكل قبل البق دايما، فالالوان بتبقى جميله جدا طبعًا. في دوت اكيد. المكسيك دايما بتنقسم الى جزئين، الجزء الشمالي بيشتهر باللحوم المشيه والكلام ده كله، والجزء الجنوبي بيشتهر بالمنتجات الداجنه والفراخ. فالميكس دوت بيطلع لنا حاجات منها بالفراخ وحاجات منها باللحوم. والعيش المشهور جدا بيهم عندهم اللي بيتعمل من الذره، وده بيدي التست طبعا جميل جدا جدا، اللي هو عيش التاكو اللي احنا بنعمله. عيش التورتيلا عموما، سواء اللي بيتعمل منه التاكو او الكاساديه. تمام، حلو قوي. طب هنبدا باول حاجه ايه؟ احنا هنعمل النهارده التشيكن تاكو بصوص الرانش. طيب خلينا نقول مقاديره الاول. تمام. صوص عندنا اول حاجه هنعملها تاكو الدجاج. اول حاجه عندي 100 جرام صدور دجاج، وعندي ثمره طماطم متقطعه، وعندي كمان صويا صوص، وعندي ملح وفلفل وزعتر وعيش التاكو. هقول مقادير مره كمان: صدور فراخ عندي ثمره طماطم متقطعه، وعندي صويا صوص وملح وفلفل وزعتر وعيش التاكو. تعالوا بقى نرجع كده نشوف ايه هنعمل ايه. اول حاجه عايزين نوري كده الناس عيش التاكو اللي هو اللي قدامكم ده، بس ده بعد ما حمرناه. هو عيش التاكو الشكل الاولاني بيبقى ليه كده. تمام. ممكن نجيبه كده هنا. تمام، ده بيبقى الشكل بتاعه هو رو او لسه ما اتحمرش، ما استواش خالص. ده كده هو لسه اول ما قبل ما يتحمر. تمام. بعد كده لما بتعمله للديب فراي او بيبقى كريسبي بيبقى بالشكل دوت. طب معلش عشان نوصله للمرحله دي نعمل ايه؟ في عندنا طريقتين. في طريقه بنستخدمها على الطاسه في البيت، ان الطاسه بتبقى سخنه. تمام. بحط عليها عيش التاكو بالمنظر دوت كده، وبسيبه لمده ما تعديش ال 40 ثانيه. تمام. الدوره بتخليه يبقى كريسبي، وابتدي اتنيه شويه واقلبه على الجنب الثاني، واسيبه برده من 30 ل 40 ثانيه. تمام. ادانا الشكل الكريسبي. في طريقه ثانيه برده ليه، ان ممكن الديب فراي. تمام. لو عندي طاسه كبيره للتحمير فيها الزيت بيبقى سخن، ببتدي انزله فيه برده العيش اهوت، ببتدي احطه في الزيت، وببقى بمعلقتين خشب اسهل حاجه خالص بقفله بيهم، بحاول اتنيه كده. اتنيه كده واسيبه في الزيت برده من 40 ثانيه لدقيقه. تمام. عشان بعد كده ما يبتديش يغمق ويبقى طعمه مش حلو. طب حلو قوي، يعني انا بنزله الزيت. هو اصلا عشان رفيع فما بياخدش وقت خالص، والدوره بتساعد في ان هي تبقى كريسبي في التحمير القرمشه بتاعتها. طيب يعني احنا بصوا يا جماعه بنتنيها كده يا دوب في طاسه فيها زيت او في طاسه سخنه، وبثبتها بمعلقه خشب بالشكل اللي انا عاملاه ده. تمام. من الناحيه دي والناحيه دي شويه، يا دوب 3 4 دقائق هيديني الشكل اللي احنا عاملينه بتاع الكريسبي ده اهو. ده بصوا كريسبي خلاص، التنى خلاص اخد الوضع ده. تمام. طيب يلا اول حاجه بقى هنعمل ايه؟ احنا هنبتدي نجهز التشيكن. هناخد. تمام. الزيت. طب هجيب لك الزيت اهو، الزيت عندك اهو، على جريل او على طاسه سخنه صح كده؟ مظبوط. تمام. الناس اللي ما عندهاش جريل ممكن نشتغل على طاسه سخنه مفيش. وبعد كده احنا بنجيب صدور الفراخ بتبقى متقطعه. تمام، متقطعه بالطول كده. بالطول. تمام. وبنبتدي نحطها على الجريل. تمام. ويستحسن دايما برضو تبقى لو جريل او لو على الطاسه تبقى النار هاديه. تمام. عشان ما تتلسعش. عشان. تمام. تبقى العصاره في الفراخ تبقى جوسي زي ما هي، ما تبقاش. طيب. دراي. حلو قوي. تمام. بعد كده ببتدي اتبلها، بحط لها الزعتر. زعتر جاف. ما نستعملش الفريش، الجاف بيبقى احلى. الجاف احسن بكتير طبعا. تمام. وفلفل اسود. فلفل اسود يا دوب رشات كده يعني، رشه رشه رشه. وملح. ملح برضو رشة، لان احنا هنحط صويا صوص برضو. مظبوط. وبنخلي الملح كمية قليلة، احنا لو حبينا بعد كده دايما في الاكل الملح قليل، لو حبينا نزوده بعد ما الاكل يتعمل ده سهل في ايدنا. تمام. بس لو الملح زاد في الاكل طبعا في الاول مش قادر نعالجه. بالظبط كده. تمام. يبقى حطينا على الجريل او طاسة سخنة، حطينا شوية زيت، وحطينا عليها الفراخ متقطعة بالطول بالشكل ده، وملح وفلفل وزعتر، وببتدي اقلبها. فلفل ورشة زعتر. تمام. واقلب. تمام. اقفل لك الجزء ده هنا. تمام. بعد كده ببتدي اجيب الصويا صوص.
الصويا صوص اجيبه لك. شكرا. بنحط قد ايه؟ حوالي معلقه. حوالي معلقه كبيره. معلقه كبيره. معلقه كبيره عليه. يبقى احنا حطينا الزيت والفراخ وملح وفلفل ورشه زعتر برده ومعلقه حوالي معلقه كبيره صويا صوص. تمام. بسيط جدا يعني ما فيهوش توابل كتير. هو الموضوع سيمبل وسهل جدا. الفكره كلها برده في التاكوز هو العيش والصوص. بعد كده احنا في البيت نقدر نقدر نشتغل بقى باللحمه بالسجق بالفراخ، بيبقى الفليفر بتاعه جميل جدا. طب هسالك سؤال تاني، لو انا مثلا عايز اعمل التاكو بالفراخ باللحمه او باي حاجه اعمله بنفس الطريقه دي؟ اللحمه بتختلف، ان اللحمه مش تاخد مننا زعتر. اللحمه بتبقى متقطعه قطع صغيره جدا. تمام. او لو عندي لحمه مفروم زي الشاورما، او لحم مفروم بيبقى طعمه جميل جدا. تمام. وليها بيبقى صوص الباربيكيو والسبايسي طبعا لو بنحبه. تمام. واحنا عارفين الاكل المكسيكي طبعا مشهور ان هو سبايسي، مشهور الالوان وسبايسي والسبايسي اكتر حاجه مشهوره فيه. بعد كده بنضيف الطماطم. طماطم متقطعه كده مكعبات. مظبوط. مكعبات كده تبقى كبيره شويه ولا؟ كبيره شويه عشان هي ما تتريش وبرده بتدي اللون والطعم الجميل بتاع الطماطم. تمام. مع التشيكن. انت عايزها تكون بتقرش شويه. أيوة. صح كده؟ عشان كده ما بنحطهاش في الاول، بنحطها في اخر التشيكن. بسيط قوي الموضوع. الناس لما بتسمع الاكل المكسيكي بتحس ان هو يعني ايه، يعني هو في تعقيدات منه، بس احنا بنحاول برده على قد ما نقدر ان احنا بنبسط الموضوع، ان احنا نحافظ على الفليفر بتاع الاكل والشكل البرزنتيشن الجميل. تمام. من غير ما نعقد موضوع برده، يبقى برده ما خرجش عن نطاق الكوزين او المطبخ المكسيكي. يعني كنت بتكلم معاك قبل الهوا كده قلت لي ان هم ساعات بيفرموا في المكسيك، بيفرموا الجلد بتاع الفراخ مع الفراخ. صح هو كده؟ هو الاكل عندهم دايما اكتريته فات شويه، دهني جدا. يعني عندهم مثلا بالنسبه للفراخ بتتحط بطريقه تانية غير الجريل، ان هي بتتحط في ازانات حلل مع المرقه بتاعتها كلها بتفضل فيها. بعد كده بتتاخد بقى بالجلد بالدهون بتاعتها بتتقطع زي على قرمه كده بنقول عليها هنا الخشب، تتفرم فبتبقى فاتي. دهون جامده قوي. هي طعمها جميل جدا طبعا، بس هي تقيله. طب بعد كده بقى هنبتدي نضيف الهالبينو. وبرده الهالبينو اختياري. قول لنا بقى الهالبينو ده نعمله ازاي؟ الهالبينو ليه عدة طرق، بس هو لو التخليل في البيت. نبدا من الاول خالص، الناس ما تعرفش ان هو عباره عن ايه اصلا، عباره عن فلفل مخلل او فلفل مش مخلل. هنجيب فلفل. احنا بنجيب فلفل الفلفل المكسيكي اللي هو الفلفل الاخضر الصغير. عشان لو في ناس ما تعرفوش يا جماعه، الفلفل المكسيكي اللي هو بيبقى الصغير ده بيبقى ليه مواسم كده بتتباع، وفي ناس بتحب تخلله، بيبقى صغير كده. تمام. وزي القرن الطويل ده بس بيبقى صغنطه كده، زي الكوندا او القماع كده، صغير ولونه اخضر، وبيبقى بنختار اللي هو القوي مش الضعيف. تمام. وبعد كده بنعمله في المحلول الملح، بنخلله. بنخلله، بنحط مثلا عليه 3 معالق ملح مثلا على حسب الكميه طبعا اللي بشتغل بيها. تمام. وهخلله وبجهزه وبخلله، بياخد معايا بيطلع من التخليل بتاعه. عشان لو قد ايه في التخليل يعني؟ يعني في خلال يومين 3 ايام. يومين يعني هو ما بيكملش عن كده، مش عايزه يطرى عن كده. بعد كده بطلعه انا، عشان لو هقدر احطه عندي في البيت فتره كبيره. تمام. بطلعه بفرمه. بيتفرم الفرم الناعم اللي هو بالشكل ده طبعا. بعد كده اي اضافات خالص، هو الفليفر بتاعه طعم التخليل والسبايسي، بحطه في علب. تمام. وبعد كده بحط عليه زيت على الوش طبعا، عشان زيت زيتون بقى ولا عادي؟ يستحسن زيت زيتون عشان برده بيحافظ على الطعم واللون بتاعه. حلو. وبحطه في علب وبتشال في التلاجة معايا عادي. حلو جدا. الطبق ده بتاعي بعد ما نخلص. اي حاجة فيها فلفل وسبايسي دي تبعي على طول. تمام. احنا حطينا معلقة ودي اختياري، اللي حابب يحطها اللي بيحب سبايسي يعني. اللي مش حابب مفيش مشكلة. دي الميزة فيه ان احنا نقدر برضو، احنا عندنا الاكل واحنا بنجهزه، حد عايز في البيت سبايسي وحد لا. تمام. اللي مش عايز سبايسي بنجهزه له في الساندوتش بتاعه. تمام. او في التاكو. وبعد كده بنضيف الهالبينو بتاعنا عادي. طب حلو قوي. برضو كنت بتكلم معاك قلت لي ان انا مش بحب اقطع الفراخ صغيره قوي عشان ما تنشفش. طبعا الفراخ وهي كبيره كده الحجم بتاعها بنقدر نديها التسويه بتاعتها، بنديها حقها في التسويه. تمام. بعد كده انا بعد ما بجهزها ببتدي اقطعها. تمام. لو على الطاسه او على بلانشة او لو عندي جريل زي ده بناخدها على المكان دوت، نبتدي نقطعها قطع صغيره. تمام. وبنبقى كده قدرنا نحافظ على الفراخ، لان لو الفراخ متقطعه قطع صغيره على النار تتحرق بسرعه، الجوسي بتاعها بيروح وبقى دراي. بالظبط كده. والحلو في الاكل دوت ان هو برده ما يبقاش دراي، لازم يبقى فيه يبقى جوسي شويه. تمام. يبقى احنا كده هنقطعها شويه عن الحجم ده. صح كده. احنا كده هنبتدي دلوقتي نقطعها. ممكن اهي البلانشة عندك، شوف عايز تقطعها لايه براحتك خالص. اجيب لك
دي ولا سكينة مثلا تقطعها؟ ممكن سكينة. اوكي احنا ممكن نقطعها هنا. تمام، قطع اصغر شوية بس ما نقطعهاش من البداية خالص يا جماعة عشان نحتفظ بالعصارة اللي موجودة جوه. وطبعا برضو اهم حاجة في الزور والفراخ لما بنجيبها الفريش التنظيف بتاعها طبعا برضو في البيت طبعا الخل والدقيق كتير جدا عشان طعم الزفارة يروح. طبعا برضو في 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 ناس في البيت مش عارفه الموضوع دوت فبتنظف الفراخ وتغسلها بس. لا طبعا لازم خل طبعا مره واثنين وثلاثه صح، بتغسل كويس بالخل والدقيق والميه ده. ونعرف طبعا كده ان زي ما حضرتك شايف دلوقتي الريحه مفيش اي ريحه زفاره خالص في الفراخ. تمام، يلا خلينا نحط التاكو. تمام، عايزين برضو واحنا كده بنقطع التاكو نشوف هنعمل ايه تاني. هنعمل بعد كده الكسادية صح كده مظبوط محمد؟ كسادية السجق. طيب ممكن ننزل مقادير نقولها واحنا يدوب احنا مش هنعمل حاجة واحنا بنقول مقادير غير ان احنا هنعبي بس ال تمام مقادير الكسادية سجق. عندي سجق مفروم وصوص بني، هنقول يعني الصوصات دي دلوقتي بتتعمل ازاي. وعندي باربيكيو، وعندي كمان فلفل رومي مكعبات وذرة حلوة وملح وفلفل. سجق مفروم، صوص بني، باربيكيو، فلفل رومي مكعبات وذرة حلوة وملح وفلفل. تمام، دي مقاديرها بسيطة جدا. تمام، احنا اهو محمد ابتدى يحط التاكو زي ما انتم شايفين. وممكن مثلا نحط خس مثلا تحت او حاجه. حلو برضو بالناس اللي بتحب الخس بيبقى كويس جدا وجميل. تمام، يعني ممكن نفرش فرشه خس كده قبل ما نحط التاكو. طبعا صح كده. تمام، نعمل واحده كمان. تمام ماشي اهو. نعمل اخر واحد ده تسلم ايدك والله يا شيف محمد. بالهنا والشفا. احضر لك الحاجات بتاعت الكساديه. عندنا السجق اهو المفروم، هنحط بس الصوص طبعا على وش التاكو. تمام، لسه عندنا صوص اللي هو صوص الرانش. صوص الرانش. طب ممكن تقول لنا سريعا كده نعمل ازاي صوص الرانش في البيت؟ صوص الرانش طريقته سهله جدا. هو بيبقى عباره عن مايونيز. تمام، ولبنه. قول لي كميات يعني مثلا. الكميه بتبقى المايونيز. تمام، 2 لواحد من اللبنه يعني ضعف كميه اللبنه. يعني مثلا لو ربع كيلو مايونيز يبقى 125 جرام لبنه. مظبوط، نصها لبنه. مظبوط. ناخد وفاء بس معانا على التليفون ونكمل. ماشي، اتفضلي يا وفاء. ازيك يا سيدي؟ ازيك يا وفاء؟ الحمد لله. انا زعلانه منك. عامله ايه؟ ليه زعلانه مني؟ سالتك على التوميه وما قلتليش عليها. والله معلش، والله على قد ما بقدر بحاول اجاوب لكم على كل الاسئله، حالا هجاوبك عليها. معلش يا وفاء ما تزعليش مني. ربنا يخليكي لينا. بس عايزاكي تقولي التوميه بتاعت المحلات. الايه؟ طريقه ايه؟ التوميه بتاعت المحلات. حاضر حاضر يا حبيبتي، عينيا. شكرا. ماشي يا وفاء. معلش يا وفاء ما تزعلوش، والله احيانا بيبقى الوقت يعني ضيق. فبيبقى صعب ان احنا يعني نجاوب والله على كل الاسئله. بس حاضر هقولها لك النهارده. زي ما انتم شايفين كده الكساديه التاكو طلع، والكساديه الجبنة. عايزين بقى نبدا نجهزها. ممكن نجهزها صوص الجبنه بس الشيدر الاصفر. صوص ايه؟ الجبنه الشيدر. جبنه الشيدر. دي برضو هنعرف الناس طريقتها. طب احنا كملناش الرانش. الرانش مثلا المايونيز ضعف كميه اللبنه. اللبنه. تمام، وبنحط له بنش اللي هو نص معلقه صغيره جدا ملح. تمام، وفلفل اسود. تمام، وبنحط له معلقه كبيره اللي هي البلسميك فينيجر او الخل البلسمي. الخل البلسمي. مظبوط. تمام، وبنجيب له البقدونس فريش بيتفرم بيتحط معاه وكل ده بيتقلب. وبعد كده معاه نص معلقه توم باودر. تمام، نص معلقه بصل باودر. والفكره كلها بعد ما الميكس ده كله بنخلصه بنسخن طاسه على النار. بنحط عليه لمده 3 دقائق. تمام، عشان القوام بتاعه يبقى متماسك وينزل بالشكل اللي احنا شفناه ده. يبقى مثلا لو هنعمل ربع كيلو مايونيز هنعمل 125 جرام لبنه عليهم رشه ملح او نص معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه ثوم وبصل بودره، وعليهم بقدونس مفروم. مفروم صح كده.
وكل ده هاخده لفه على ومعلقه خل بلسمك صح كده. أيوه. هاخده لفه كده على الطاسه. معانا ايه؟ ايه ازيك؟ ايه حاولي تكلمينا معلش تاني. ماشي. ده صوص شيدر، صوص الجبنه الشيدر، وبرده قول لنا بنعمله ازاي. تمام. طيب ننزل مقادير التوميه لوفاء. علبة زبادي، 4 معالق مايونيز، 2 فص ثوم مفروم ناعم، معلقة صغيرة ثوم بودرة وملح وفلفل، و2 معلقة كبيرة زيت. تمام؟ زعليش مننا يا وفاء معلش. معانا آية من المنوفية. طب واحنا شغالين ممكن نشتغل في الكسدية؟ تمام. عايز طاسة؟ اه. ازيك يا آية؟ ازيك يا آية؟ تعالى كده شوف محمد. الو. ايوه. ازيك يا ايه؟ معاك يا حبيبتي اتفضلي يا ايه. طب حاولي تكلمينا تاني يا ايه معلش. ماشي. طيب عندنا السجق هنا مفروم، سجق مفضينه مظبوط وعطينه فرمه كده، فرمه عشان يبقى ناعم. تمام تمام. ده بنعمل الكسادية اللي هي بالسوسج. تمام. دي السجق المفروم. وبنجهز لها فلفل اللي هو الأخضر الرومي. تمام. بتقطع قطع صغيرة. تمام. وبتاخد ذرة. تمام. والصويا صوص. تمام. وبتبقى فيه صوصين بيتحطوا ليها. صوص الباربيكيو. وبرضو هنعرف ناس طريقته، وفي صوص البراون اللي هو الجريفي صوص. تمام. هنشرحه برضو بيتعمل ازاي في البيت، وهنشرح دلوقتي ان هو متوفر كمان باودر بيتباع في السوبر ماركت، متوفر جدا يعني. هجيبه كده صوص البني باربيكيو ده. ايوه. خليك هنا احسن، هنا سخنه. دي سخنه. اه اوكي. ممكن ننقل دي سخنه لو عايز تنقلها هنا على طول. هنا كويس مفيش مشكله. احط السوسيس كده في شويه زيت وهفكه كده صح كده مظبوط. ماشي. العيش بقى بتاع الكسديه هيبقى مختلف شويه عن عيش التاكو، هيبقى التورتيلا اللي هو الابيض بيبقى احنا عملناه في البيت كمان قبل كده، بيبقى واخد نسبه الذره بتاعته قليله ومعاه الدقيق الابيض اهو، بيبقى شكله كده يا جماعه. بصوا ده الفرق ما بين العيش بتاع التاكو، وده الفرق ما بين العيش التورتيلا اللي هو الابيض اهو زي ما انتم شايفين. بصوا في فرق بينهم كبير كمان، ده نسبة الذرة فيه أكتر. بحطينا شوية زيت ونزلنا بالسجق، وبعد كده هنبتدي نتبله بالملح والفلفل. هجيب لك كده الملح مزبوط. وفلفل بس بسيط بقى عشان هو بيبقى عشان هو السجق متبل طبعا. تمام. بعد كده ابتدي اضيف له الفلفل. تمام. يبقى زيت سجق مفروم هنشيله هنفضيه ونفرمه فرمه كده، نخليه ناعم في الكبه او في المفرمه او اي حاجه، وحاطين عليه فلفل رومي. بعد كده ببتدي اضيف الصوص البني. طيب معلقه مثلا صوص بني. معلقتين. طب معلقتين. هو السجق بيبقى جوسي شويه. عندنا طريقتين نعمل بيها الصوص البني في البيت، وممكن الباودر اللي بيتباع دلوقتي ويدوب في ميه. تمام. تمام. قول لنا نعمله في البيت ازاي. في البيت انا عندي دايما بيبقى فيها انواع لحوم بتتحط على النار. بسلقها. تمام. بيطلع منها العصاره بتاعتها والميه بتاعتها. بيبقى معاها متقطع معاها قطع البصل. ببتدي احط لها التوابل والكرفس والكلام ده كله. بعد كده بسيبها خالص لحد ما خلاص اللحمه بتاعتنا استوت خالص. الصوص ده بيبتدي يتحول لون البني. تقيل. باخد الصوص دوت بفرمه. بعد كده ببتدي احيد احطه على النار تاني. وببتدي الفه بمعلقتين دقيق صغيرين. في ناس بتعمله كمان بتعمل الصوص بتاع الدماجلاس والحاجات بالعظم. بالعظم ده بس هو مجهود شويه للبيت. بس ده الاساس طبعا. الكلام ده كله بيبقى طبعا طعمه بيختلف، بيبقى جميل جدا. تمام. وبتتقله بمعلقه دقيق كده صح كده. طب لو احنا برضو لو لونه فاتح، في ناس بتحط له معلقه صغيره صويا صوص. صويا صوص. طيب لو احنا مثلا مش ما عندناش لحمه مسلقينها او حاجه، بيتباع دلوقتي في السوبر ماركت ومتوفر جدا صوص الديميجلاس الباودر او الجريفي الباودر ده،
وفي منه انواع يعني مش غاليه، يعني في انواع في الديميجلاس يعني عبوات كده صغيره، هي بتاخد بتبقى كيس عبوات صغيره بتكفي يعني بتدوب في كوبايه ميه يعني ممكن تتعمل للوجبه يعني مش العلب الكبيره ولا الغاليه خالص. انا حطيت دلوقتي صوص الباربيكيو صح، والباربيكيو برده في منه الجاهز وفي اللي بيتعمل هوم ميد. طب استنى نعيد بقى تاني عشان الناس ما تتوهش مننا. حطينا شويه زيت، حطينا السجق المفروم تمام، وبعد كده حطينا الملح والفلفل تمام، وبعد كده حطينا صوص البراون نفسه تمام، وبعد كده حطينا الصوص الباربيكيو تمام. هنقول بقى صوص الباربيكيو، بس هناخد محمد معانا. ازيك يا محمد؟ ربنا يخليك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. زعلان منك يا شيخ والله. ليه النهارده كلكم زعلانين مني كده؟ انا قلت لك على وصفه حلوه للحمام كده من اول امبارح، وحضرتك ما قلتليش اي حاجه للحمام. والله معلش انا اسفه والله العظيم، بحاول ما اكلش حمام. لا والله انا اسفه، نجيبه لك على حد عندك بجد. ربنا يخليك يا رب يا شيخ والله. على الله يخليك يا استاذ محمد، ربنا يخليك. الله يخليك والله على قد حاضر، مش هنساك والله، بس على قد ما نقدر، مش عايزاكم تزعلوا والله، على قد ما بقدر بجاوب على معظم الاسئله بس الوقت زي العسل و... الله يخليك ومنوره الدنيا والله. تسلم استاذ محمد، ربنا يخليك. هجاوب على حاضر على الحبيب. ماشي، حطينا ايه دلوقتي؟ حطينا معلقه صويا صوص، شويه زيت، شويه السجق المفروم، حطينا ملح وفلفل رشه ورشه مفروم، وفلفل اخضر مفروم، والصوص البني قلنا طريقته، والباربيكيو حطينا معلقه ولا معلقتين؟ معلقتين صوص باربيكيو. هو الفكره في السوسج في الكاسديه ان هو يبقى جوسي ما يبقاش دراي، ومعلقه صويا صوص. صويا صح كده، وبعد كده ابتدي اضيف السويت كورن تمام، معلقتين برضو تمام. انت قلت لي صوص الباربيكيو بتعمله بطريقه كده مختلفه، بتحط عصير برتقال وكده. قول لنا كده بتعمله ازاي، عشان دي يعني برضو بيديله تيست مختلف عن الباربيكيو اللي احنا بنجيبه من بره. مظبوط، احنا بنجيب 3 معالق صوص باربيكيو تمام، بعد كده بنضيف لهم نص كوبايه عصير برتقال تمام، وبعد كده بنضيف لهم معلقتين سكر بني ايوه، وبعد كده بنضيف لهم معلقه صويا صوص صغيره تمام. وبعد كده بنقلب الميكس ده كله مع بعضه، بعد كده بنبشر بصله صغيره تبقى بشره ناعمه جدا، اللي هي من الناحيه الناعمه خالص خالص، تديني ميه خالص. وبعد كده بنحط الميكس ده كله مع بعضه، وبعد كده بنبتدي نحطه على النار لمده من 3 لـ5 دقائق. حلو قوي، يعني الثلاث اربع معالق باربيكيو صوص مظبوط، وبعدين بنحط عليه نص كوبايه برتقال، عصير برتقال تمام، بنحط معلش قول عليه ايه تاني، نص كوبايه العصير برتقال، وبعد كده الصويا صوص، معلقه سكر بني ولا معلقتين سكر بني تمام، عشان يدي طعم السويتي. احنا برده بنحط هنا الباربيكيو عشان طعم السموك بتاع الباربيكيو برده يبقى ظاهر واللون بتاعه فيه تمام. وبعد كده والبرتقال قلناه، وبعد كده البصل الصغيره ناعمه مبشوره من الحته الصغيره خالص ومبشوره، وكل ده بنحطه على النار لمده من 3 لـ5 دقائق لفه كده عشان يتعقد مع بعضه كله والسكر يدوب فيه تمام، ونسيبه يبرد، بعد كده الصوص جاهز معانا. حلو قوي، يعني احنا اكيد بيديله طعم مميز طبعا. هتحتاج الجريل، الجريل هنحتاجه للساندوتش اللي بعدين. ماشي، هجهزه لك اهو تمام، عشان نشتغل فيه الساندوتش بتاع الكاسديه على طول. احنا دلوقتي كده الميكس جاهز بتاع السوسج، ونبدا هنحط بقى هنحشي بقى الكاسديه بتاعت هنجهز العيش تمام. ممكن نحط جبن على الكاسديه ولا لا؟ بنحط بالفعل جبنه تشيدر، وغير كده برضو احنا زي ما بنحب ممكن نحط ميكس جبن زي ما احنا عايزين، ما فيهاش اي مشكله خالص. يعني ممكن نحط ميكس جبن وممكن ما نحطش. بصي، هو بالنسبه للاكل المكسيكان هو بتاع الابتكار، يعني كل ما هو لونه حلو طعمه جميل، وده ينفع نعمل برضو فيه نحط فيها هالبينو برضو صح؟ يعني برضو اختياري مظبوط. طيب ماشي، ممكن خلاص عملنا التاني حامي شويه، فنخلي ده عادي برضو عشان الناس ما تزعلش مننا تمام. هو لو عملته حامي ما حدش هياكل غيري بقى، لو فدي هتبقى يعني مصلحه ليا بصراحه. خدمة. لا ده لقيت كل الاستوديو يا جماعه بياكل حامي. لا اعمله مش حامي خالص. لقيت الناس كلها بتشاور لي ان هي بتاكل حامي. ماشي، ده انا قلت هو ده الفخ اللي انا هعرف اخلع منكم نار. كده خلصنا دي، ماشي خليها هنا تمام. احنا بنسيبه كده لحظات، حلو قوي،
نسيبه كده على صوت، بعد كده بنبتدي نضيف عليه صوص باربيكيو تاني. تمام. والجبنه الشيدر. تمام. وهنبتدي نقفله. جبنه شيدر، جبنه موتزاريلا، اي اللي ميكس نحبه. عندنا الجبن ميكس عندنا، عايز نحط كل انواع ميكس جبن مفيش مشكله، او نسيبه عادي زي ما هو. اللي ما بيحبش براحة. الجبن برده مفيش اي مشكله. طيب تمام، احنا كده هنبتدي نجهز صوص الباربيكيو والجبنه الشيدر. احنا كده قلنا صوص الباربيكيو والجبنه التشيدر بتعمله ازاي. لا ما قلناش التشيدر صح؟ التشيدر هنقول طريقتها دلوقتي. دي حاضر، حكش علينا شيف. كل اللي انتوا عايزينه اعرفه. الله يخليك، تسلم. صوص التشيدر بنعمله بقى ازاي؟ صوص التشيدر بتبقى جبنه تشيدر حمراء. تمام. بنبشرها وبعد كده بنبتدي نجهز دقيق وزيت، يعني معلقه مثلا دقيق، معلقتين دقيق. تمام. وزيت. تمام. بنحط طاسه بتبقى بارده مش سخنه. يعني قد ايه زيت وقد ايه دقيق؟ يعني ربع كوبايه زيت. ربع كوبايه زيت. اه بنحط مع بنحطها الاول على الطاسه بارده، والزيت اول ما يبتدي يدفى بنحط معلقتين دقيق. تمام. نبتدي نقلبه زي البشاميل كده. اه نفس طريقه البشاميل. ونبتدي نضيف اللبن عليه بالتدريج طبعا عشان ما يكلكعش مننا. تمام. وبعد ما نحط كميه اللبن بتاعتنا لحد ما نحس ان القوام بقى تقيل شويه، بس ما تقلش قوي يعني. أوه. متوسط. ببتدي الجبنه التشيدر الحمراء المبشوره، بس جبنه التشيدر اللي هي بتزيل تقطع شرايح، مش الجبنه المطبوخه. لا جبنه مطبوخه ما بتسيحش، ما بتسيحش وهتبقى عباره عن عجينه وهتبوظ لنا خالص. تمام. بعد كده ببتدي اقلب، احط الجبنه التشيدر بالتدريج. تمام. ومع التقليب برده بالواير او المضرب. تمام. بفضل اقلب اقلب لحد ما اخد السمك بتاع اللي انا عايزه واللون بتاع التشيدر. بفضل دي طبعا حسب الاحتياج، انا بضيف الكميه لحد ما اوصل للون الاورنج بتاع الجبنه. ايوه. بعد ما خلصت خالص بطلعها هتبرد، ببتدي اعبيها بقى سواء في ازازه في علب في الكلام. لانها تقلت نخففها بلبن. لبن كده كده بعد ما خلصت واتشالت في الثلاجه، استخدمتها في اي وقت تاني حسيت ان هي تقيله على النار هاديه برضو ببتدي اخفها بلبن وموجوده معايا. ده اللي بيتحط على البرجر بقى والحاجات اللي احنا على كل حاجه للاطفال برضو في البيت مع الباستا اللي هي المكرونه ان تشيز والموضوع ده كله. تمام ماشي. تمام احنا كده هنتني خلاص الحاجه. لا عايز الجبنه اهي. الجبنه ممكن تاخد جبنه علشان سنة. اوكي. كنا نحط شويه جبنه. رجع كده الصوصات كده. شويه جبنه كده. تمام. حلو قوي. بعد كده ببتدي اقفله. تمام. وببتدي بالاسباتيول او حاجه عشان اخده بيها. دي ولا عايز دي؟ تمام. تاخد دي احسن. اوكي. تمام. نطلعها ونقطعها بقى خلاص. ببتدي اقطعها اتنين. ماشي. حلو قوي. طب ده ده. وبرده العيش بتاع الكاسديه زي ما انا احب، انا ممكن اخليه ارمشه شويه. ارمشه. هو بيستحسن ان هو يبقى سوفت بالمنظر دوت. تمام. والستافت بقى زي ما انا احب، يعني سجق، فراخ، لحمه، شريمب. اه يعني ممكن الحشوات نعملها بس تتعمل بنفس الطريقه، يعني لو جمبري زي ما قلت لحضرتك برده كل الطرق بتختلف. يعني الجمبري بيبقى بيحتاج الصوري شويه. تمام. وبيبقى ليه صوص مختلف. الجبنه بتاعته طبعا بتبقى قليله جدا عشان السي فود ما يجي طعم الجبنه ما يغطيش عليه. تمام. اللحوم بنعتمد على الصوصات البراون والباربيكيو كتير فيها. اه قريبه جدا من السجق بس ما بنستخدمش. بنشيل بقى الصوص البني والكلام ده. الفراخ قريبه جدا برده من طريقه التاكو. صوص الرانش برده بيبقى جميل معاها في الكاسديه. حلو قوي. يبقى احنا كده خلصنا الكاسديه بتاعت السجق وخلصنا التاكو بتاع الدجاج. تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا ممكن نعمل بعد الفاصل بقى، هنعمل كده برضو حاجات حلوه قوي. استنونا بعد الفاصل، وكمان عايزين نجاوب على الحمام عشان الاستاذ محمد ما يضايقش مننا. بعد الفاصل باذن الله. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض التاكو بتاع الفراخ وكمان كسديه السجق، وقلنا بقى الصوصات الباربيكيو والرانش والصوص التشيدر الكلام ده كله بيتعمل ازاي بطريقته. ودلوقتي هنعمل ناتشوز. ناتشوز من الاطباق برضو اللي مشهوره قوي في المكسيكيه، ومفيش حد ما بيحبهاش.
التورتيلا الكريسبي ديت طعمها جميل جدا وبتنفع معانا في حاجات كتير جدا. تمام، دي بقى التورتيلا اللي هو العيش التورتيلا. ممكن تديني رغيف يا هاني بعد اذنك من العيش التورتيلا، ومقطعينه كده مثلثات بالشكل ده ومحمرينه في الزيت. تمام اهو اهو بالمقص كده بسكينه باي حاجه. ممكن رغيف يعني. تمام. طيب هنحط عليه ايه الاول؟ هنعمل حاجه، قول للناس هنعمل ايه دلوقتي. في حاجه زي سلط معروفه عندهم، السلطه دي بتتحط للناتشوز وبتتحط دايما سايد، ممكن برضو بتبقى للكاساديه، جميله جدا، اسمها بيكو دي جالو. ماشي، هو الاسم يبان صعب شويه بس هي السيمبل. تمام. الحاجات بتاعتها سهله. تمام. جدا. هي بتبقى قطع طماطم، عباره عن ايه؟ يلا نحط قطع طماطم بنضيفها. طماطم. طيب هقول الناتشوز كده مقاديرها واحنا شغالين. والبصل تورتيلا كريسبي، فاصوليا حمراء، وبيكو دي جالو اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هو عباره عن طماطم وبصل وبقدونس وتوم بودره وملح وفلفل، وعندي جبن اي نوع جبن بقى، ما فيش مشكله، موتزاريلا، شيدر، اي حاجه. تمام، احنا دلوقتي بنحط البصل والبقدونس والطماطم ورشه الملح ورشه الفلفل والتوم البودره. مظبوط، صح كده؟ حطينا حاجه تانية؟ لا، هو البقدونس والبصل والطماطم، التوم البودر، الملح. تمام. والفلفل. بسيطه جدا، مفيش خل، مفيش اي حاجه. لا خالص، هي عشان هي بتبقى فريش. تمام. بتتحط للاطباق. تمام. عايز اخليها سبايسي بضيف الهالبينو، مش عايز دي. تمام. في ايدي اختياري برضو. اوكي احنا بعد كده بعد ما عملناها بنبتدي نضيفها بقى فوق التورتيلا الكريسبي. تمام، ممكن تديني احطها معاك. اوكي، ونحضر اللي احنا هنعمله بعد كده، الفاصوليا اهو، نحطها كده فوق الوش، هتبقى حلوه قوي دي. التست بتاعها بيبقى جميل جدا، خصوصا لما الجبنه بتسيح عليها بتبقى طعمها حلو قوي. جبنه بقى شيدر، جبنه موتزاريلا، براحتنا خالص. معانا سهير، معانا حط فاصوليا كمان حمراء عليها. ازيك يا سهير؟ اهلا اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. عامله ايه يا شيخ؟ الحمد لله جميله، كله زي الفل. انا بحبك قوي والله. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك. يعني بحب اكلات الكل وبحب اعملها على طول والله. تسلميلي يا حبيبتي، تسلميلي. معاكي يا سهير. ممكن اعرف طريقه بلح الشام بس لو سمحتي تقولي لي عليها دلوقتي عشان اعملها النهارده. طريقه ايه؟ معلش انا مش سامعه. بلح الشام سلطه. معلش يا جماعه ممكن تقولوا لي بلح الشام؟ حاضر يا حبيبتي، حاضر. حطينا البيكو دي جالو اللي احنا عملناه، وحطينا فاسوليا. كمان الفاصوليا، ممكن بقى نحط هالبينو براحتنا او ما نحطش زي ما احنا عايزين. تمام، ونحط الجبنه كده فوق الوش بالشكل ده، اي نوع جبنه، وندخله الفرن. صح كده؟ صح كده، مظبوط. هنعمل عصير برضو سريع، عايزك تقول لنا كده مقاديره ايه. اهو عصير الجولدن كيوي. عصير الجولدن كيوي، ممكن تقول لنا كده المقادير؟ هو بينزل كيوي فريش، عندنا كيوي فريش وموز وعصير اناناس بدون سكر. تمام، وسكر، معلقتين سكر. تمام، سهل قوي، ما فيهوش حاجه، وطعمه جميل جدا. ممكن تقوله تاني؟ هو كيوي. بيبقى كيوي وموز فريش وعصير اناناس بدون سكر ومعلقتين سكر. تمام، وبعد كده كل دوت بيتقطع وبيتضرب في الخلاط. انا ممكن بقى ايه وانت شغال كده عشان عايزين نوري للناس اكبر قدر من الحاجات اللي معانا. تمام، ممكن برضو معلش ننزل مقادير الساندوتش وانا بضرب اللي في الخلاط. اهو الكيوي معانا، عصير الاناناس اهو. تمام، الساندوتش الجراندي ممكن نقراه. ساندوتش الجراندي تشيكن ده بيبقى صدور دجاج. تمام، بتتقطع جوليان او قطع كبيره. تمام، وبتحط معاها التتبيله بتاعتها، ملح وفلفل وزعتر وصويا صوص. تمام، والبصل المكرمل. تمام، ومشروم والجبنه التشيدر، وبيتقدم في العيش البني. حلو قوي، ساندوتش جميل جدا برضو وهيلثي وطعمه حلو جدا. حلو قوي، طب نلحق نعمله سريعا. تمام، عشان وقتنا خلاص قرب يخلص. انا هنا حطيت برضو الكيوي والموز وعصير الاناناس والسكر، وهضربه في الخلاط. حطينا ايه محمد كده؟ احنا حطينا الزيت دلوقتي، وبعد كده بنبتدي نضيف له
الفراخ كويس زيت وفراخ. تمام ممكن تديني قلب معاك. احط ايه تاني بعد كده؟ وكده احط ملح، تمام، فلفل اسود، تمام، وزعتر، وبنقلبهم. يبقى ملح وفلفل وزعتر صح كده؟ تمام. حط عليهم ايه تاني؟ بعد كده بعمل عليهم كارمالايز اونيون او بصل مكرمل. بصل مكرمل هنكرمله ازاي؟ البصل ليه طريقه سهله جدا في البيت. احنا بنحط طاسه، تمام، الطاسه دي بنخليها على نار هاديه، تمام، بنقطع البصل الابيض شرايح رقيقه جدا، بنحطه في الطاسه مع زيت زيتون، تمام، وبعد كده بنحط له سكر ابيض او بني ايه المتاح معانا، تمام، وبنسيب الميكس دوت على نار هاديه جدا لحد ما نحس ان في لون كراميل طلع معانا منه، تمام، بنضيف له نص معلقه صويا صوص. حلو قوي. يبقى وبعد كده بيدينا الشكل على شويه زيت على معلقه سكر، تمام صح كده؟ مظبوط. وبعدين في الاخر نحط له صويا صوص. هنحطه على الوصفه. ايوه اهو، والعصير اهو قدامنا. تعالى شوف محمد كمل. تمام. يبقى الزيت، ملح، فلفل، زعتر، تمام، بعد كده البصل المكرمل، والعصير قدامنا زي ما انتم شايفين، عصير جولدن كيوي، اناناس وكيوي وموز وسكر. حلو جدا، ما فيهوش اي حاجات معقده. بعد ما قلبناه كده مع البصل المكرمل، تمام، بنبتدي نضيف له الصويا صوص. هنحط صويا صوص معلقه، معلقه برضو، تمام. محتاج المشروم في الوصفه دي؟ اه تمام، بس المشروم نحطه اخر حاجه عشان يفضل فريش، تمام، ما يدوبش. افتح لك العيش. ده بيتقدم في عيش براون. في عيش براون كده. افتح العيش. بعد كده بتضيف المشروم. سهل برضو جدا، يعني زيت، فراخ، ملح وفلفل وزعتر، مزبوط، والبصل المكرمل بشويه في شويه زيت كده، اكرمل بصلايه بيضه، مظبوط، حط عليها معلقه سكر ومعلقه صويا صوص لحد ما يبتدي يوصل للون البراون دوت. تمام. حلو قوي. وبعد كده حطينا المشروم كده جاهز معانا. كده خلاص جاهز. هنبتدي نجيب معلقه غرف ونغرفه في الساندوتش. إيه؟ للغرف عشان نغرفه في الساندوتش. اه هاتي معلقه يا هني بعد اذنك. دي تنفع معاك؟ المعلقه الخشب. طيب اوكي. طب استاذنك. تمام. شوف ايه المناسب بالنسبه لك. تمام. هو الصويا صوص بتديله كده لون حلو قوي. مظبوط، حلو قوي. تمام. لكن احنا نبتدي نرفعه خالص من على النار. تمام. ونبتدي نحطه في الساندوتش بتاعنا. حلو قوي. نجيب التاكو. وبرده هنا الهالبينو اختياري. اه لسه كنت هقول لك اختياري. تمام. احنا هو دايما الاكل المكسيكي بيبقى سبايسي، بس احنا هنا طبعا في مصر في ناس ما بتحبش السبايسي. تمام. فاحنا بنسهل الموضوع ونخلي الموضوع ده اختياري. طلعه هنا. طلع لي ده هنا. حلو قوي. وكده خلصنا الساندوتش بتاعنا. تسلم ايدك. ونحط له الجبنه، صوص الجبنه التشيدر. نحط عليه صوص جبنه. اهو كده تمام جدا. هطلعه كده. اهو ريحته اصلا حلوه قوي مع البصل المكرمل، بيبقى الفليفر بتاعه. نحط بقى صوص الشادر كده قدامكم زي ما انتم شايفين. حلو قوي. تمام. وبالهنا والشفا. طيب اوكي. ونطلع ممكن ناخد الناتشوز دي نجيبها. حته فوطه يا هني. احنا ممكن نعمل واحد تاني كمان بده نقدمه. ودي الناتشوز طلعت من الفرن. قولنا كده عملنا ايه النهارده كده؟ احنا النهارده عملنا التشيكن تاكو بصوص الرانش. تمام. وقلنا الطريقه بتاعتها.
عملنا الكسادية بالسجق المكسيكي. تمام. وعملنا الجراندي تشيكن. تمام. اللي هو سندوتش الجراندي بصدور الدجاج. حلو قوي. وعملنا الناتشوز. وعملنا عصير الجولدن كيوي. جولدن كيوي، كيوي وموز واناناس وسكر. صح كده؟ طريقته سهلة جدا والفليفر بتاعه جميل جدا. حلو قوي. وكله فريش، مفيش حاجة فيه تقيلة ولا تعبنا. حلو قوي. وعملنا كمان الجراندي، نعيد للناس الجراندي كده عملناه ازاي؟ الجراندي احنا بنجهز الزيت على الطاسة وبنحط معاه صدور الدجاج. تمام. وبعد كده بنضيف عليها التوابل بتاعتها، الملح والزعتر الناشف بتاعنا. تمام. والفلفل الاسود. وبعد كده بنحط لها البصل المكرمل. حلو قوي. البصل المكرمل، البصل المكرمل نعيد معلش بسرعه عملناه ازاي؟ احنا قلنا بنجيب البصل الابيض بنقطعه شرايح رقيقه جدا، بنحطه على الطاسه مع زيت الزيتون. تمام. او الزيت العادي برده سواء المتوفر، وبنحط له السكر الابيض او البني ومعلقه صويا صوص. طيب. ونسيبه يتكرمل خالص. حلو قوي. وبعد كده بنضيف عليه في الاخر المشروم الفريش، وبنجهزه في العيش براون وعليه صوص الجبنه التشيدر. حلو جدا. حلو قوي. حلو قوي. احنا كده خلصنا السندوتشات بتاعتنا، الجراندي وعملنا الناتشز وعملنا التاكو الفراخ وعملنا كمان الكساديه وعملنا معاه عصير حلو جدا اللي هو الجولدن كيوي. دي كانت حلقتنا، بجد بشكرك جدا يا شيف محمد. انا بشكرك النهارده على يعني افدتنا وعرفتنا اكتر على الاكل المكسيكي، بخلتش علينا بحاجه، عرفنا منك كل التفاصيل الاكل المكسيكي اللي بيتعمل في المطاعم ازاي، وبجد يعني تسلم ايدك. شكرا ليكي، وسعيد ان انا كنت معاكم النهارده، واتمنى كل الناس استفادت بالاكل ده. لا اكيد الناس هتستفاد منك اكيد. دي كانت حلقتنا النهارده، يا رب المنيو يكون عجبكم والحلقه مفيده بالنسبه لكم. بعتذر جدا لو في اسئله، بكره اول ما هفتح الحلقه هجاوب عليها. بعتذر جدا الاستاذ محمد، بكره اول معلش الوقت بس يعني ضيق معانا، بكره هجاوب على حضرتك اول ما ابدا الحلقه. دي كانت حلقتنا، ان شاء الله اشوفكم بكره في حلقه جديده ومنيو جديد، ويا رب تكونوا النهارده اتعرفتوا اكتر على الاكل المكسيكي، وبسيط جدا وسهل ونقدر نعمله في اي بيت بدون اي مشكله. اشوفكم بكره ان شاء الله.